طيب قبل ما انتقل لباقي التفاصيل، معايا على الهاتف الكابتن عبد الحكيم الشلماني عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي بعد انتخابه اليوم بمجمل اصوات 29 صوت. كابتن عبد الحكيم الشلماني الف مبروك ليك، ويعني كل التوفيق ليك في المرحله القادمه، وبالتاكيد تستحق مكانه في المكتب التنفيذي والكره الافريقيه بعد ما يعني حققت نجاحات كحكم دولي سابق ليبي في المباريات الدوليه السابقه. شكرا اخوي محمد، في البدايه نحييك ونحيي قناه الاهلي وجماهير الاهلي، وشكرا وبارك الله فيك على الاستضافه. طيب كابتن شلماني، اولا عايز اعرف ليه فكرت تنزل انتخابات المكتب التنفيذي، ويمكن خلال السنوات الاخيره ليبيا للاسف ما كانتش ليها تمثيل داخل المكتب التنفيذي في السنوات السابقه. والله يا اخوي محمد انت عارف طبعا الظروف اللي احنا نمر بها الان، ان شاء الله ربي يفرج علينا وعلى ليبيا. طبعا الفترة الماضية كان الرئيس السابق لما وضعوا كرسي بشمال افريقيا، كان الرئيس السابق الدكتور جمال بالتزكية، والمرحلة هذه دخلناها بالانتخابات نحن والجزائر بحيث نقدر نقدم شيء. نحن تبعدنا كليبيين وككرة ليبية تبعدنا بعد كامل في فترات طويلة، ولنا فترة تقريبا بعيدة ما كانش عندنا حد في المكتب التنفيذي، فحاولنا وسعينا من خلال اتحادنا ومن خلال مطالبة الجمعية العمومية في ليبيا ومطالبة المجلس الإدارة أن لازم يكون عندنا عضو، والحمد لله يعني الحمد لله اليوم دخلنا للانتخابات وحطوا فينا ثقة وإن شاء الله يكون عند حسن الظن. يعني النتيجة بتبين إن كانت في منافسة قوية مع البهلولي عمار من الجزائر، يعني 29 صوت لحضرتك مقابل 21 صوت للجزائر، كانت منافسة قوية. كانت منافسة قوية أولا كل حضرتك، وهذه منافسة طبعا اللي تعرفها طبعا الانتخابات تعرفها بالتأكيد تكون صعبة وتكون في منافسة، وأنا طبعا الآن ممثل مع الأخوة الممثلين في المكتب التنفيذي لشمال أفريقيا، والحمد لله الأمور تمت بصورة طيبة والحمد لله خذينا كرسي في المكتب التنفيذي. طيب أول ملف هتكون بالتأكيد بتهتم به في اول اجتماع للمكتب التنفيذي وبخصوص الكره الليبيه، الانديه المشاركه في البطولات الافريقيه السنه القادمه من ليبيا بعد بالتاكيد ما توقف الدوري في ليبيا، غير حتى يعني حتى هذه اللحظه غير محدد مين اللي هيشارك في البطوله القادمه، هل نفس الانديه الليبيه اللي كانت موجوده الموسم الماضي ولا هيتم التغيير خاصه بعد التصنيف ما اعلن ليبيا بعد 12 اتحاد او بعد 12 منتخب في التصنيف الاوائل في القاره الافريقيه؟ احنا سعينا بكوننا رئيس الاتحاد الان، سعينا ان احنا نكون مشاركين باربع فرق الموسم الماضي نظرا للظروف اللي صارت عندنا القاهره لايقاف الدوري بعد قبل انتهاء مرحله الذهاب، ولكن قرار الاتحاد ولجنه المسابقات كان امس بمشاركه فريقين نظرا للتصنيف اللي فيه نحن الان، فحل يشارك طبعا من خلال ما طالبه الاتحاد الافريقي اللي هو بطل الدوري وبطل الكاس العام الماضي فريقين. تمام كابتن شلماني، ببارك لك وكل التوفيق ليك، وزي كده ما امتعتنا كحكم دولي متميز في فترات سابقه، ان شاء الله نشوف تطور الكره الافريقيه على ايديك بقى داخل المكتب التنفيذي مع كل الزملاء. شكرا اخوي محمد، لكن حييك ونحيي نادي الاهلي العريق، نتمنى لكم التوفيق وان شاء الله نكون مسانده معكم في المكتب التنفيذي نرفع مستوى الكره الافريقيه ونرجع هيبتها السابقه، وبارك الله فيكم. بارك الله فيك وكل المسانده ليكم يا رب خلال الفتره القادمه. شكرا كابتن عبد الحكيم الشلماني.